السلام عليكم أصدقائي الكرام ورحمة الله وبركاته. أنا صديقتكم فاطمة وأرحب بكم. نقف اليوم عند معركة الطف الخالدة التي حدثت منذ سنين طويلة على أرض كربلاء، وما زالت تعطينا الدروس والعبر والحكم التي تساعدنا في بناء حياتنا وتهذيب خلقنا. ونعم، كيف لا، وهي ثورة الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، تلك الثورة التي حملت المبادئ والقيم والعدل والرحمة. فهنالك الكثير من الدروس التي نسمعها عن أهل البيت عليهم السلام وأصحابهم، ولكن للأسف قد نهملها أو لا نفهمها بشكل جيد لجهلنا بها. وهذا ما حصل مع صديقنا زيد، ذلك الولد المحب للاطلاع والاكتشاف، والذي يواظب على حضور المجالس الحسينية مع والده وأخوته. ففي أحد الأيام كانت أخته زينب جالسة بجوار أخيها الكبير تقص عليه رؤيا متحمسة قد رأتها بالإمام الحسين عليه السلام. قال لها أخوها الأكبر: رؤية خير إن شاء الله. وعندما سمع زيد حديثهم بدأ بالضحك باستهزاء، وقال لأخته زينب: هل أنت ترين الإمام الحسين عليه السلام؟ ومن أنت حتى ترينه؟ وهل رأيتيه من قبل حتى تعرفينه؟ هذا ما رأيتيه مجرد حلم عادي كباقي الأحلام وليس رؤيا. لم يعجبني تصرف زيد واستهزاءه بالرؤيا، وأنتم أصدقائي ماذا تقولون بتصرفه؟ بالطبع لم يعجبكم ذلك. لنعود إلى ثورة الحسين ونقف على درس من دروسها الذي سوف ينفعنا جميعا. والآن حان وقت الانتقال إلى مراسلة برنامجنا مريم لنطلع على آخر الأخبار عندها. ألو، السلام عليكم زميلتي مريم، هل تسمعيني؟ وعليكم السلام زميلتي فاطمة، نعم أسمعك. حسنا مريم، نحب أن تطلعينا على ما يدور عندك من أحداث، تفضلي رجاء نحن نسمعك. نعم عزيزتي فاطمة، الشمس مشرقة والجو حار جدا حيث أنا الآن، فأنا متواجدة على أرض كربلاء في واقعة الطف. هذا إمامي جيش الحسين عليه السلام، هذا الجيش الذي تجد فيه مختلف أصناف البشر، منهم الكبير والصغير، السيد والعبد والمسلم، وحتى من كان على غير ملة الإسلام. فأرى الآن أحد الفرسان الشجعان ويدعى هذا الشاب وهب النصراني، وهو في الأصل نصراني ديانة المسيحي. نصراني؟ غريب، إذ كيف لشخص غير مسلم الالتحاق بركب الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم فاطمة لا تستغربي، وهب كان نصرانيا وكانت له قصة عجيبة بالالتحاق بركب الحسين عليه السلام. ففي أحد الأيام وأثناء نومه شاهد في عالم الرؤيا نبي الله عيسى عليه السلام، وأخبره عن الإمام الحسين عليه السلام وحثه على اتباعه ونصرته. وبعد هذه الرؤيا سمع وهب بالإمام الحسين عليه السلام، تذكر الرؤيا وقرر أن يلتحق بركب الإمام الحسين عليه السلام ويكون من ضمن جيشه. سبحان الله، هل من خلال الرؤيا فقط التحق وهب بركب الإمام الحسين عليه السلام؟ وهل بقي على ديانته أم دخل الإسلام؟ وهل قبل الإمام الحسين عليه السلام إيمان هذا الشخص اعتمادا على الرؤيا فقط؟ نعم عزيزتي فاطمة، صحيح القصة عجيبة، ولكنه فعلا هذا ما حدث. فوهب صدق الرؤيا التي رآها ودخل الإسلام والتحق بركب الإمام الحسين عليه السلام. وكذلك في الإمام الحسين عليه السلام قبل إسلامه ونصرته. وأحب وأحب إطلاعكم أن وهب ما يزال شابا حديث الزواج، فلم تمر سوى أيام على زواجه، وزوجته أمه معه هنا، وقد رأيت أمه قبل قليل وهي تحثه على نصرة الإمام الحسين عليه السلام. وقبل قليل نزل المعركة وشاهدت وهو يقاتل قتال الأبطال. إنا لله وإنا إليه راجعون، قد سقط وهب شهيدا على أرض كربلاء والتحق بباقي الشهداء. فسلام الله عليك يا من صدقت الرؤيا، تلك الرؤيا التي
التي حثتك على نصرة حفيد رسول الله، تلك الرؤيا التي قادتك إلى الجنة لأنك نصرت الحسين عليه السلام في زمن عز فيه الناصر. يا له من موقف قل نظيره، كيف الرؤيا أن تجعل ذلك الشاب النصراني ينتقل هذه الانتقالة الكبيرة ولنصرة الحسين عليه السلام؟ شكرا لك زميلتي مريم على نقلك هذه الأحداث من واقعة الطفة الأليمة، تلك الأحداث التي تحمل دروسا مهمة تنفعنا في مسيرة حياتنا. شكرا لك مجددا زميلتي مريم. أعود إليكم أحبتي، هل رأيتم وهب النصراني الرؤيا التي رآها بنبي الله عيسى عليه السلام وهو يحثه على اتباع الإمام الحسين؟ فتصديق الرؤيا شيء مهم، فالرؤيا ليست كالحلم، الرؤيا من الله. فعن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الرؤيا الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة. لذلك علينا يا أحبائي وعلى صديقنا زيد أن نتعلم من موقف وهب النصراني كيف صدق الرؤيا وكيف دخل إلى الإسلام ونصر الإمام الحسين عليه السلام وترك الدنيا وما فيها من أجل نصرة الحسين عليه السلام ونيل رضا الله سبحانه وتعالى. فتصديق الرؤيا قادته إلى طريق الجنة، لذلك علينا أن لا نستهزئ بالرؤيا وأن نحترمها لأنها من الله. درسنا لهذا اليوم كان من دروس الثورة الحسينية العظيمة. أنا صديقتكم فاطمة وزميلتنا مريم، نشكركم لاستماعكم ونترككم في حفظ الرحمن. مع السلامة.